الفنان سعيد صالح، عايز اعرف من امتى هترجع تعمل لنا مسرحيات حلوه زي زمان؟ انا شغال ايه لهم اللي هي ايه بقى؟ انا محمود النحاس بتابع ثقافات وفن راقي وهادي. نتمنى كل التوفيق لكل المشاركين لهذه الدورة. لجنة التحكيم المخرج عمر عبد العزيز رئيس اللجنة. الأفلام الروائية هناك رجل في العادة يضربني على رأس كاردان توزيجا من مقدونيا المركز الثالث. أفلام التحريك الإنارة الدولة الأرجنتين الترتيب الأول. الفيلم يمين بشمال المخرج كريم عادل الدولة مصر الترتيب. المركز الثاني المخرجة كريمة عادل. يعطي رجلا سمكة إياد ستيل من فرنسا المركز الثالث. خمسة دقائق والوفد المغربي يريد تكريم مصر. شهور أقصى تقدير كنت في المغرب ومعي زوجتي شهيرة وتم تكريمنا هناك تكريم أعتز وأباهي الدنيا به لأنني أول ما بدأت طريقي في السينما قلت وكنت أعبر عن مشاعر خاصة أتمنى أن يأتيني اليوم الذي أسافر فيه إلى المغرب لأقول لها شكرا لك. الحقيقة أنني لم تتح لي هذه الفرصة إلا من 6 شهور على أقصى تقدير وكان استقبالا طيبا حنونا رائعا أفاخر به الدنيا وأجده فرصة لأشهدكم على محبتي وتقديري لشعب المغرب العظيم. Thank you.